فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حكم قراءة القرآن من غير فهم معانيه، تقول هل هذه قراءة صحيحة أم لا؟ نعم، القراءة الصحيحة ويؤجر عليها المسلم، وهذا من خصائص القرآن أن كل من قرأه فإنه يثاب على مجرد تلاوته سواء فهم المعنى أو لم يفهم المعنى، وهذا لا يوجد، يعني هذه الخصيصة لا تكون في غير القرآن، فمجرد التلاوة يؤجر عليها مسلم. لكن إذا حصل التدبر والفهم هذا أكمل وأحسن وأعظم أجرا وثوابا، لكن لو لم يحصل التدبر ولا الفهم فإنه مأجور على مجرد تلاوة القرآن على كل حال.